صباح الخير عليكم، صباح الخير على الجميع. النهارده عندي اكل في الفريزر. انا ما كنت عامله فيديوهات على تجميد الفراخ البانيه والكفته في الفريزر، فانا النهارده الخميس، فمش مستحمله بقى الواحد اخر الاسبوع مش عايز يقف في المطبخ كتير. تعالوا نعمل ايه بقى. الفراخ البانيه اللي انا مطلعها من الفريزر طلعتها، وطلعت كفتة جنبيها، وكنت عاملاها فيديو طماطم مسبكاها وشايلها في الفريزر برضو طلعتها. يبقى اكل سريع سريع، ما وراكيش حاجة النهاردة، ممكن ترويق بيتك، تعملي اي حاجة، وراكي مشوار، فده سريع عشان ما تعمليش مجهود كتير. ادي الطماطم المسبكه تفك بس تلجها، والفراخ البانيه تفك برضو مع الكفته. نعمل جنبيها مكرونه الاسباكيتي الجميله دي. عبال ما كل ده ما يفك اكون انا عملت المكرونه سلقتها. بينا نعمل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا حبايبي، الميه هنا بتاعت المكرونه بتغلي، قربت تغلي، وحط عليها ملح وزيت. اول ما بتغلي بنزل المكرونه الاسباجيتي، بتبدا تغلي، بنزلها بطولها كده ومشيها كده اهو كده اهو. احاول انزلها كده بايديا، ما بكسرهاش. بالطريقة دي خلاص، هي كده سقطت كلها يعتبر كده. بسيبها بقى، بس بحاول اقلبها عشان ما تبقاش جامدة في بعضيها، بتمسك ساعات في بعضيها، فبحاول اقلبها كده عشان ما تفك من بعض. بسيبها بحالها، ما بكسرهاش، هسيبها بقى تستوي، ولما اعمل الصلصه بتاعتها، سخن الصلصه بتاعتها، ارجع لكم تاني. بصوا هنا حبايبي، المكرونه دخلت في السوا خلاص. بص بطولها ازاي جميله، ازاي تحفه يعني بصراحه. خلاص هي كده يعني ثواني، وهطفي وهشيلها من على النار. كده المكرونه خلصت، وبحط اعمل الصلصه، معلقتين زيت، وانا الصلصه دي اللي هي كانت عندي مجمداها قلت لكم قبل كده، بنزلها اهي. حط شوية مية عليها، وتفك مع نفسها، تفك مع نفسها، واحط عليها بقى الملح والفلفل الاسود، الاخر الفلفل الاسود، ملح والسكر والشطة الحمراء، بعد كده بقى الاخر خالص الفلفل الاسود. الفلفل الاسود يا جماعة بيسود برضو الصلصة، فبحب الصلصة حمراء فبتبقى حلوة. لما يفك مع نفسه، وهحط معلقة كاتشب من اللي انا برضو عاملاه، وبس مش هحط صلصة اللي هي اللي في المعلبات دي. خليكم معايا وتشوفوها حبايبي. بعد المكرونة ما خلصت اهي، والفراخ البانيه والكفتة، حاجة سهلة بقى بسرعة، ما خدوش نص ساعة. اتمنى تعملوا الحاجات دي، تكوني انت وراكي شغل، جايه مستعجله، وراكي مشوار. في رمضان بتنفع قوي الحاجات اللي تخزنيها، عشان وقتك بتقعدي للقران وبتقعدي تصلي، وقتك بيبقى ضيق في رمضان. اتمنى تعملوها، ويا رب يعجبكم الفيديو ده،
وأقول لكم إلى اللقاء في مطبخ ماما سوسو. باي باي. وإلى اللقاء في فيديو جديد. باي باي يا حبايبي.